الديرة ميزانية سنة 2021. ثالثاً، انتخاب مؤتمر مجلس الشمال المشارك في حضيرة اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية. عقد اليوم المجلس الجماعي لجماعة إنشاد دورته الاستثنائية الثالثة، والتي كانت من بين النقط ديالها الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2022، واحد الميزانية اللي تحطت بعد دراسات من طرف اللجنة المالية، لجنة المالية والميزانية، ديال المكتب المجلس الجماعي لإنشاد، اللي من خلاله غنحاولوا أننا نوقفوا على مجموعة من النقاط المهمة في النفوذ الترابي لجماعة إنشاد، خاصة النقطة اللي كتهم مجال النفايات اللي صراحة نعاني منها في هذه الجماعة. بالنسبة للميزانية، دورة الميزانية شهدت نقاشا مستفيضا بين جميع أعضاء المجلس الجماعي، هذا إن دل على شيء فإنما يدل في الدرجة الأولى على غيرتهم على هذه الجماعة، ويدل كذلك على الوعي الذي يتوفر عليه المستشارون الجماعيون بالمجلس الجماعي لإنشاد، اللي كنتمناو أن هذا الوعي وهذه المناقشة تعطي الأكل ديالها في قادم الأيام إن شاء الله، من خلال برمجة مجموعة من المشاريع، من خلال إعطاء تصورات للميدان الميادين الثلاثة اللي كنركزوا عليهم كمكتب وكرئيس، اللي هما الميدان ديال الصحة، الميدان ديال التعليم، والميدان ديال تدبير النفايات داخل المجال الترابي لجماعة اليوم الشهر. مرت أجواء الدورة الاستثنائية لمناقشة ميزانية 2022، مرت في جو أخوي، وكان تصويت بالإجماع على ما جاءت به الميزانية. صحيح أن هناك بعض النقاش فيما يخص بعض النقاط المهمة وعندنا فيها تحفظ، ولكن هنا استحضرنا الجانب المصلحة العامة، واليوم نحن مجلس يجب أن يكون متفائلا، يجب أن يكون متفائلا بما سيأتي، وأتمنى من جميع الأعضاء أن يبشروا خيرا في هذا المجلس. وما يهمنا اليوم هو التنمية والعمل في مجال البرنامج التنموي لجماعتنا، وأظن أن لا مجال لبعض المزايدات فيما يخص هذا المجال التنموي، يجب أن نكون يدا واحدة. صحيح لابد من مناقشة، ولكن غالبا تكون صحية في ما يخص المجال التنموي والتدبير المحلي لجماعتنا، وأتمنى كل التوفيق لرئاسة المجلس وباقي الأعضاء فيما يخص التنمية بدوار الشد. الأربعاء تم بحول الله وقوته برحاب مقر جماعة إنشان عقد دورة استثنائية متعلقة بالميزانية، وخلال هذه الدورة تم الدراسة والمصادقة على ميزانية 2022 وتحويل بعض الاعتمادات الخاصة بميزانية 2021. كما عرف هذا الاجتماع نقاشا مستفيضا بخصوص دعم الجمعيات، هذه الجمعيات التي تعتبر العصب والقوة النابضة بجماعة إنشاد، بحيث أن هذا المجلس يولي أهمية كبيرة وقصوى إلى الجمعيات العاملة خصوصا في النقل المدرسي، في جمع النفايات، وباختلاف مشاربها الثقافية والرياضية والفنية، وخصوصا دعم فريق مجد إنشاد، الفريق الذي يعتبر مفخرة أشتوكن بامتياز،
لأنه فريق الوحيد الذي يمثل الإقليم في القسم الوطني الثالث ممتاز. وهكذا تم إنهاء أشغال هذه الدورة الاستثنائية بانتخاب عضو ونائبه بخصوص تمثيل الجماعة بخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية، وتحية للجميع.